معناها يحثك النبي على سكن المدينة. لماذا؟ لأن المدينة ومكة حرم الله عليها دخول بيت المسيح الدجال، لا يدخل الدجال. المدينة ومكة النبي عليه الصلاة والسلام عن مدينة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأرز الإيمان المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي في آخر الزمان. والنبي يقول من أراد بها المدينة سوء ذاب الله كما يذاب الملح في الماء، معنى ما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذه الأحاديث في فضل سكن المدينة أن الله حفظها والمدينة تنفي خبثها، يحرص الإنسان على سكن المدينة بما يستطيع حتى يموت فيها، لأنها أقرب ما يكون المدينة إلى ما ترك الحبيب عليه الصلاة والسلام ومكة. فهذا هو الفضل سكن مكة والمدينة. يأتيك إنسان من خارج البلاد يقول لك إذا ذهبت إلى السعودية احذر من الوهابية، لا إله إلا الله، الله يعلم حيث يجعل رسالته. ما جرمنا أننا قلنا لك قل يا الله الوهابية لا، ما في شيء اسمه وهابية. محمد عبد الوهاب رجل المسلمين، ما أتى بشيء جديد إلا لو تقرأ كتاب التوحيد تجد فيه قال الله وقال رسوله، ما تجد فيه زيادة. وابن تيمية تجد فيه قال الله وقال رسوله، لكن هذا التشنيع ما أنزل به من سلطان. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فنحن يا أنت من مصر؟ مصر. نحن يا حبيبي لما نقول لك لا تقول إلا يا الله، معنى دليل من كتاب الله إياك نعبد وإياك نستعين. بالضبط. معنى دليل ادعوني أستجب، معنى دليل أمن هذا الذي يرزقكم. لكن هذا اللي يجوك حد يقول لك استغيث بالقبر والولي، تقول إيش دليلك؟ لا ما في دليل. يقول قال شيخي. لا أقول. صح. أو يأتي عند آية متشابهة، يعني نحن أهل السنة والجماعة الآيات المحكمة الواضحة، مثل قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا، محكمة واضحة. بالضبط. إياك نعبد وإياك نستعين واضحة. أمن هذا الذي يرزقكم واضحة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه واضحة. واضحة ما أحد يستطيع يؤولها أصلا. نزل القرآن بلسان عربي مبين، لكنهم حاولوا يؤولونها. يقول لك هذه في الأصنام، الأصنام هل الله تعالى يعني ما حذرنا؟ يعني يجوز لي أن أدعو غير الأصنام وأشرك بالله غير الأصنام؟ ليش تحجر ذلك؟ من الفقاق هذه؟ سبب النزول لا يعني أن الحكم خاص بهذا. لا يا أخي، من دعا غير الله سبحانه ضل. وإلا أخرجنا النصارى من هذا المسمى وأخرجنا عذراء من هذا المسمى، قلنا يجوز مدام هذه في الأصنام خلاص يجوز أن تقول يا عيسى يا عذراء. وهذا كله يريدون أن يصرفون المعنى المحكم الصريح عن معناه حتى تعبد غير الله. الصوفية هم اللي يقولوا الشيخ من دون تسميات. من دون تسميات. كل من قال لك هذه الآية المحكمة تحتمل وتحتمل وتحتمل، يعرف أنها ما يريد بخير. لأني أنا أذكر جاني زائر قلت له الله يقول فلا تدعو مع الله أحدا، قال الشيخ يقول أن هذه نزلت في الأصنام. قلت يا أخي الله تعالى يقول أحدا، صنم غير صنم، ألا يستطيع الله أن يقول صنما؟ الله تعالى يقول أمن هذا الذي يرزقكم، الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إيش تفهم من ذلك؟ هل أنا قلت لك الآن قال محمد بن عبد الوهاب أو قال ابن تيمية رحمهم الله؟ لا، ما أتوا بشيء جديد ولا عقيدة جديدة، إنما رد الناس إلى ما كان عليه النبي وصحبه. ذلك الهجمة الشرسة الآن على هذه البلاد هي على عقيدتها. الذين ينادون ببناء المقابر خلافهم مع حديث صحيح رواه النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم لما قال ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله علي، يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا وإياه، يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا أجعل صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أتى هذا المجرم وقال سويتها أي بنيته، لا إله إلا الله. طيب ما عكس الإشراف؟ ما عكس الإشراف؟ شفت، فهم يحاولون النص الصريح يأتون يا يجعلون مضطربا يا يريدون أن يفسرون بفهم لا يقبلها العقل السليم، لكن صاحب العقل السليم يقبل النص الصريح، وصاحب النص والنص الصريح يقبل أصحاب صاحب العقل السليم. فالدين سهل، سهل والله، الدين واضح سهل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الدين لنا واضح جلي سهل. نعم، لحنا لما نقول لك افهم الدليل هذا النص، كل النصوص نزلت في عهد الصحابة، كيف فهموا الصحابة؟ افهم مثل ما فهم الصحابة، خاصة الأمور العبادات. لا يقول لك والله الشيخ فيه. طيب هل شيخك هذا الذي ما يؤمن عليه الفتنة والذي لما مات هل هو من أهل الجنة أو نار مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الذين بشرهم النبي بالجنة؟ قطعا لا. فأنت لما تأخذ الفهم من بشر بالجنة هل هو مثل فهم من ما يدري من لا نعلم مصيره إلى الجنة أو نار؟ فهذا هو الفرق. أنا نقول افهم النصوص كما فهمها الذين زكاهم سيدنا رسول الله وشنع علينا أننا الزنادقة وأننا وهابية وأننا لا نحب النبي، وأننا لما نقول لهم قولوا يا الله أصبحنا لا نحب النبي.
ولما نقولهم فرق بين حياة النبي وممات النبي، في عهد النبي الصحابة يأتون إلى الرسول يقول يا رسول الله ادعوا الله لنا، فكان الرسول يدعو لهم فيمطرون. ومعجزات النبي لما خرج الماء من أصابعه ولما مسح على ضرع الشاه، معجزات عليه الصلاة والسلام. نجعل هذه المعجزات أنها تنتقل للعباد؟ ما انتقلت هذه المعجزات لا لأبو بكر ولا لعمر ولا عثمان ولا علي، فهل تنتقل لمن هم دونهم؟ لذلك احذر حبيبي، احذر أن تهلك. إذا مت على عقيدة سليمة فأنت إلى خير، وإذا مت على عقيدة تقول أن 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 مع الله من يضر وينفع، مت على أمر عظيم لا يغفر، لا يغفر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك ورعاك. الله يرضى عليك.